محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الفل على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. فعلا في موجة حارة، احنا بالفعل في موجه حاره اللي بدات يمكن بس هو من من امبارح فتره فعلا الاسبوع كأن اللي فات. الرطوبة أعلى في الجو فعلا يا دكتور. بالتاكيد هي الذروه طبعا من يوم الاحد، يعني الاحد والاثنين دول كانوا ذروه الموجه، سجلت العظمى على القاهره من 38 ل 39، مكمله معانا طبعا ليوم الخميس في حدود ال 38 درجه. دي طبعا اعلى من المعدلات بشكل ملحوظ، نسب رطوبه عاليه زي ما حضراتكم ذكرتوا، ده نسب رطوبه امر طبيعي خلال الفتره دي. نسب الرطوبه مع هدوء سرعات الرياح، كل ده بيخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره ال 38 وكانها اكثر من 40 درجه مئويه بالنسبه بالظبط، للقاهره. بنحسها اعلى. بالظبط، طبعا محافظات بس جنوب دكتور الصعيد دايما محمود، بتسجل وانا الاعلى. ببقى راكبه العربيه وانا مروحه بلاقي انه في العربيه درجه الحراره اللي طالعه لي، عارف حضرتك بيبقى فيه في العربيه درجات الحراره كده، طالعه لي 41 و41 ونص. طبعا العربيه ده امر طبيعي ان درجه الحراره داخل العربيه تكون اعلى من الخارج، ده امر طبيعي، ده عباره جسم معدني يستقبل درجات الحراره بشكل اسرع، بيفقدها بشكل ابطا، فامر طبيعي ان مستشعرات الحراره اللي في العربيات بتحس بدرجات الحراره اعلى من اللي احنا بيتم تسجيلها. دي نقطه. النقطه الثانيه، تسجيل درجات الحراره في الهيئه العامه للارصاد الجويه او في محطاتها دي بتبقى طبقا لمعايير دوليه وضعتها المنظمه، لازم نلتزم بيها. من اهم شروطها انها تكون على ارتفاع مترين عن سطح الارض، انها يكون الارض اللي حواليها فيها ارض فيها حشائش، ظروف معينه لازم يتم فيها قياس درجات الحراره، قياسها في الظل، لان البيانات دي بيتم مبادلتها عالميا مع الدول الاخرى علشان نقدر نحدد الحاله الجويه ونقدر نتوقع اللي جاي، فلازم نلتزم بالشروط دي، فوارد ان يحصل بعض الاختلافات الطفيفه بسبب الاختلاف في طرق القياس. طب دكتور محمود، الشبوره المائيه بيبقى وقتها من كام لكام، الوقت اللي هو بتبقى الطرق السريعه وكده، يعني لما بتبقى الرطوبه زايده ما بنبقاش شايفين فعلا، وقتها ايه؟ ايه الوقت اللي بلاش نسوق فيه مثلا على طرق سريعه؟ يعني هو وقت الشبوره الفتره دي بيكون من الساعه 4 او 5 الفجر للساعه 7 صباحا او 8 صباحا بكثير، حوالي 3 او 4 ساعات اللي بنسجل فيهم شفتي ما اقل ينفعش درجات نسوق حراره على في مدار الجو ده، اليوم، مع طبعا بس نسب انا ما الرطوبه شفتهاش، ده العاليه الوقت اللي اللي بيتكون بنيجي فيه، فيها الشبوره المائيه. بس انا ما شفتهاش وانا جايه النهارده، يعني يعني بس من يعني امبارح ما تعمليش كده عشان مش عايزه تيجي، لكن انا ما مش شفتهاش هينفع وانا نيجي جايه. والله الشغل لان الشبوره خطيره جدا. كانش فيه شبوره خالص طب يعني مش الموجة فاهم. الحارة دي هتتكسر امتى المفروض يا دكتور؟ يوم الجمعة إن شاء الله هيحصل آخرها انخفاض، لازلنا بنأكد إن هيحصل انخفاض لكنه انخفاض طفيف، لأن الناس لما كل بسيط. مرة بنقول انخفاض الناس للأسف بترجع تقول إحنا ما حسيناش بانخفاض، الجو لا زال شديد الحرارة. هو الانخفاض من يوم الجمعة هيكون انخفاض طفيف بمعدل درجتين لثلاث درجات، يعني بدل ما بتسجل 38 39 هتبدأ تسجل 35 36، ودي بتظل أيضا شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة هنشعر بيها وكأنها 38 أو 37 درجة مئوية إن شاء الله. طب دكتور كمان محمود، دكتور محمود، أنا في بعض المواقع كده بتجيلي، مواقع مصرية يعني، تغير مفاجئ في الطقس اليومين الجايين دول، سحب رعدية، مش عارفة إيه، ألاقي حاجات كده أهو، الكلام ده إيه؟ احنا بالفعل بداية من اليوم زي ما أعلنا في نشراتنا ان في فرص لامطار خفيفه حتى وان كانت رعديه، لكنها على اقصى جنوب مصر عند الحدود الجنوبيه لمصر، بنتكلم عن ابو سمبل وحلايب وشلاتين، عليها بالفعل بدايه من اليوم فرص امطار خفيفه باحتمالات حدوث مش عاليه، احتمالات حدوث ضعيفه، كلها امطار خفيفه قد يصاحبها احيانا اثاره لبعض الرمال والاتربه، ده بيكون نتيجه ان حاليا في سحب غزيره ممطره بتسبب امطار موسميه على السودان، وبالتالي اطراف السحب دي بتمتد شمالا لحد ما تدخل احيانا للحدود الجنوبيه لمصر، لكنها زي ما قلنا فقط على الحدود الجنوبيه لمصر وغير مؤثره تماما، فرص امطار خفيفه، حتى لو ما حصلتش فرص الامطار ممكن تحصل عندهم اثاره للرمال والاتربه نتيجه الهواء اللي بيكون هابط من السحب حتى على شمال السودان، وبفعل الرياح بتبدا تنقله شمالا علشان يدخل الى حدودنا الشماليه. دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد، نشكرك شكرا جزيلا. عارفه يا